العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مستمرة وفقا للبيانات الجديدة لوزارة الدفاع التي أكد من خلالها المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كاناشينكوف بأن الجيش الروسي استطاع خلال 24 ساعة الماضية من تدمير 24 منشأة عسكرية للقوات الأوكرانية بما فيها 4 مستودعات للذخيرة والسلاح. الدفاع الروسية قالت بأنها باستعمال صواريخ عالية الدقة استطاعت تدمير مستودع للسلاح والذخيرة في منطقة زاباروجيا. تحدثت أيضا بأن مضادات الدفاع الجوية استطاعت خلال الليلة الماضية من تدمير وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو 25 وميغ 29 بالإضافة إلى اعتراض واستهداف صواريخ من طراز توتشكا أو. الدفاع الروسية كشفت بأن ضربات المدفعية للجيش الروسي استهدفت عددا من المراكز الحساسة للقوات الأوكرانية بما فيها مراكز تدريب لما تصفهم موسكو بالكتائب المتطرفة والجماعات النازية. وأكدت بأن الجيش الروسي استطاع تحييد أكثر من 280 مقاتلا في صفوف الجيش الأوكراني وفي صفوف أيضا الجماعات التي تصفها موسكو بالنازية المتشددة. طيب ماذا عن تصريحات الخارجية الروسية أن موسكو لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا؟ هل من تفاصيل إضافية في هذا الشأن؟ صحيح، في الآونة الأخيرة الغرب أو وسائل الإعلام غربية اتهمت روسيا بأنها يمكن أن تقوم باستعمال أسلحة محظورة دوليا كالأسلحة الكيميائية أو الأسلحة النووية في الأراضي الأوكرانية. ليست هي المرة الأولى التي تنفي فيها موسكو استعمال أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا، بل الدفاع الروسي اتهمت فيها الكثير من المرات الولايات المتحدة وسلطات كييف بأنهم يحاولون إجراء استفزازات عن طريق استعمال أسلحة دمار شامل بما فيها أسلحة بيولوجية وأسلحة نووية تكتيكية، ثم اتهام الجيش الروسي بأنه هو من يقف وراء استعمال أسلحة محظورة دولية. اليوم مثلا السفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية دعت واشنطن مرة أخرى إلى تدمير ترسانتها من الأسلحة الكيميائية وتساءلت لماذا حتى هذه الساعة لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بتدمير مخزونها من الأسلحة الكيميائية في حين فعلت روسيا هذه الخطوة بشهادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. اتهامات متبادلة بين روسيا والغرب حول من يريد استعمال أسلحة محظورة دوليا وأسلحة دمار شامل في الأراضي الأوكرانية، لكن على الأقل تلك التصريحات التي سمعناها من الخارجية الروسية أو من الكرملين تؤكد بأن الجيش الروسي لا ينوي استعمال الأسلحة الثقيلة بما فيها أسلحة الدمار الشامل سواء كانت بيولوجية أو أسلحة نووية. طيب يوسف، الكرملين يؤكد مجددا أن تسليح أوكرانيا سيؤدي إلى عدم التوصل إلى أي حل، ولكن أين المفاوضات اليوم يوسف؟ هل يمكننا فعلا القول أن هذه المفاوضات شكلية أم أنه من الممكن التعويل عليها للوصول إلى أي حل؟ الخارجية الروسية اليوم وصفت المفاوضات والمحادثات بين موسكو وكييف بأنها تعيش حالة من الركود بسبب اتهام موسكو لكييف بأنها تعمل على عرقلة المسار التفاوضي بسبب أيضا ضغوطات تمارس على سلطات كييف من الولايات المتحدة ومن بريطانيا ومن دول الاتحاد الأوروبي. تصر موسكو على مواصلة المسار التفاوضي مع أوكرانيا للوصول على الأقل لبعض التفاهمات الجزئية التي ربما قد تعبد الطريق أمام حل سياسي وحل دبلوماسي ينهي هذه الأزمة. لكن التصريحات الأخيرة التي سمعناها من الكرملين لربما تعكس حدة التوتر وصعوبة المسار التفاوضي بين موسكو وكييف، عندما يقول المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موسكو تسمع في الآونة الأخيرة تصريحات من كييف تدل أو توحي بأن سلطات كييف ربما قد توقف المسار التفاوضي. فهذه التصريحات ربما تعكس حدة التوتر ووصلت إليه نتائج المفاوضات الأخيرة التي جرت في إسطنبول في ظل تأكيد موسكو دائما بأن الجانب الأوكراني هو من يماطل في هذه المفاوضات وهو من يعرقل المسار التفاوضي ويعمل على تغيير مواقفه تحت ضغوطات دولية. أشكرك من موسكو يوسف بكار مراسل الغد.